طابت اوقاتكم. رئاسة الجمهورية تطعن بدستورية قرارات مجلس النواب والحكومة بشأن الانتخابات، والمعترضون يتهمون معصوم بتحويل مؤسسة الرئاسة إلى حزبية. ما هو تعليقك؟ عامر العلي يقول دستوريا من حقها الطعن، كما أن إعادة العد والفرز اليدوي قد تؤدي إلى خسارة الاتحاد الوطني بعض مقاعده في كركوك، ورئيس الجمهورية يدافع عن حزبه قبل العراق والكرة في ملعب المحكمة الاتحادية، فبإمكانها منع انزلاق الأمور نحو الفوضى. سيد إحسان الحسيني، رئيس الجمهورية التقى مع نوابه الثلاث وتشاور معهم قبل اتخاذ الطعن، بمعنى أنه قرار رئاسي لا حزبي كما أشيع، وهذه السجالات ستؤدي إلى فوضى إن لم يتخذ بها إجراء فوري وعاجل. كاظم الكناني، من المعيب أن يتدخل البرلمان الحالي بعمل المفوضية ونتائج الانتخابات، أولا لأنهم يمثلون كتل متنافسة ومعظمهم خاسرون، وثانيا هم من أنتجوا هذه المفوضية الخائبة، وأخيرا أوصيهم بالتسليم لنتائج الانتخابات. أما في تويتر، خالد أوجي، بالرغم من كل المحاولات الساسة التي يجهدون أنفسهم بها ومن خلالها يضيفون قلقا واضطرابا للشارع العراقي، فإن الحقيقة المرة هي أن العراق بقيادتهم لن يصلح نفسه ولن ينهض من جديد، وهذه نتاجات قيادتهم للبلد، وهذه الطعون مبنية على مصالح حزبية فئوية ضيقة وليس على أساس مصلحة العراق. المختلف يقول، من الناحية الدستورية هي صحيحة لأنها اتخذت ضمن السقف الزمني لعمل البرلمان، لكن معصوم لا يختلف عن غيره من المتصدين للعملية السياسية بالحفاظ على المكاسب الفئوية الحزبية. أحمد حسين، أعتقد أن القانون حدد الطرق التي يتم من خلالها الاعتراض على نتائج أولا، ومن الخطير أن يتم إقحام البرلمان في هكذا تصرف من خلال استغلال صلاحياته للتأثير على نتائج الانتخابات، وثانيا دعوة لرئاسة الجمهورية لحل البرلمان للخلاص من مراهقة الخاسرين.